يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي، وطبعا زي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. خلونا في البدايه نبدا بالفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق هيختتم تدريباته على ملعب مختار التتش الميران، هيكون الساعه 1 ان شاء الله. هيتحرك الفريق الساعة 4 عشان يغادر للسعودية استعدادا لمباراة السوبر الافريقي واللي هتكون يوم الجمعة 9 مساء طبعا امام فريق اتحاد العاصمة الجزائري. نتمنى بقى لرجال كرة القدم كل التوفيق. يعني خليني اقول لكم ان كل الجماهير الاهلاوية وخاصة طبعا اعضاء النادي الاهلي هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيرة متحمسين جدا لبداية الموسم. خلاص بقى عندهم حالة اشتياق طبعا للفريق الاول لكرة القدم اللي هيرجع ان شاء الله ينور الملاعب مرة تانية بداية من الجمعة القادمة. طبعا الفريق هيكون عنده تحديات كبيرة جدا، سواء طبعا افريقية زي مباراة السوبر الافريقي او منافساتهم في طبعا دوري ابطال افريقيا، كمان هيكون عندهم منافسات محليه طبعا زي ما شفنا امبارح بدايه بطوله الدوري اللي هتكون امام فريق المصري، وكمان طبعا بطولات عالميه زي كاس العالم للانديه. يعني بنتمنى طبعا كل التوفيق لرجال النادي الاهلي، ان شاء الله بقى يكون موسم كبير ويكون موسم استثنائي طبعا ويستمروا في كتابه التاريخ. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يخص اخبار كره القدم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى، والبداية مع منتخبنا الوطني للكرة الطائرة واللي بيتأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية. ده طبعا بعد تغلبه على منتخب الكاميرون أمس بنتيجة 3-1. يعني الحقيقة هي كانت مباراة كبيرة جدا، يمكن تابعناها كلنا، كانت مباراة ماراثونية. يمكن الشوط الأول انتهى لصالح منتخبنا الوطني بنتيجة 25-13، الشوط الثاني انتهى أيضا لمنتخبنا بنتيجة 25-23، لكن بقى منتخب الكاميرون قدر يفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-20. لكن منتخبنا الوطني بقى كالعادة الحقيقة بأداء رجولي قدر يختم المباراة لصالحه والشوط الرابع بنتيجة 29-27 عشان يتأهل لنهائي البطولة، وكده بقى يكون بيتأهل رسميا لبطولة العالم عام 2025. خليني أقول لكم بقى أن طبعا منتخبنا الوطني هيواجه منتخب الجزائر. الحقيقة برضو عمل مباراة كبيرة جدا أمس أمام منتخب ليبيا، كانت أيضا مباراة ماراثونية انتهت لصالح منتخب الجزائر بنتيجة 3-2. فبنقول بقى كده الفاينل هيكون حقيقة في إثارة كبيرة جدا بين منتخبنا الوطني ومنتخب الجزائر. الفاينل إن شاء الله هيكون غدا طبعا بيقام على استاد القاهرة. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله بقى نكون بنحتفل بفوز منتخبنا الوطني ببطولة كأس الأمم الإفريقية. ده فيما يخص أخبار الكرة الطائرة. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة اليد. ورجال كرة اليد النهارده هيكون عندهم مباراه امام فريق سموحه، مباراه هتكون الساعه 6 مساء على صاله سموحه. طبعا رجال كره اليد ماشيين بخطى ثابته جدا في بطوله الدوري، محققين سلسله من الانتصارات حتى الان. مباراتهم الاولى في بطوله الدوري كانت امام فريق الزهور وانتهت لصالحهم بنتيجه 30-18 عفوا. المباراه الثانيه كانت امام فريق المعادي وانتهت لصالحهم بنتيجه 27-23، والمباراة التالتة والأخيرة كانت أمام فريق العبور وانتهت أيضا لصالح رجال كرة اليد بنتيجة 30-20. حين هم بيفوزوا بفرق سكور بنشوف سيطرة كاملة منهم على مجريات المباراة. نتمنى لهم كل التوفيق بقى وان شاء الله يستمروا بنفس الاداء. كمان سيدات كره اليد ماشيين بخطه ثابته جدا في بطوله منطقه القاهره، محققين ايضا سلسله من الانتصارات. مباراتهم الاولى كانت امام فريق هوليليدو وانتهت لصالحهم بنتيجه 41-14، المباراه الثانيه كانت امام مركز شباب الجزيره وانتهت لصالحهم بنتيجه 47-11، والمباراه الثالثه كانت امام فريق الزهور وانتهت ايضا لصالحهم بنتيجه 41-19. يعني الحين هو بداية مبشرة جدا سواء طبعا لرجال أو سيدات كرة اليد. نتمنى لهم بقى كل التوفيق وإن شاء الله يستمروا بنفس الأداء، لأن أكيد لما البداية بتكون حلوة السيزن ده بيدي حماس كبير جدا وثقة كبيرة جدا لجميع اللاعبين. دي أخبار الفرق الرياضية المختلفة. كمان بقى يا كريم ويا نهواند زي ما عودناكم خلينا نقول لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن في انخفاض ملحوظ طبعا في درجات الحرارة وفي كده حالة من عدم الاستقرار. يمكن طبعا الأرصاد كانت توقعت بده وحذرت جميع المواطنين، فبقول بقى لكل الأعضاء اللي جايين يعني تقدروا تيجوا
تخرجوا تستمتعوا باليوم، لكن طبعا لازم يكونوا واخدين بالهم ان في تقلبات في الجو. يعني دي كانت ابرز اخبارنا النهارده في فقره اخبار النادي الاهلي. قبل ما اختم كلامي طبعا يا نهواند لازم اقول لك الحمد لله على السلامه، نورتي برنامج 10 الصبح في الاهلي مره ثانيه، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. بشكرك يا هنا جدا جدا، كل ذوق كالعاده يعني، اشكرك جدا، وبنشكرك انا وكريم اكيد على التغطيه الاكثر من رائعه، شكرا ليكي.